في مشهد نقل البشرية من دياجير ظلماتها وغيابات جبها إلى فجر ساطع ونور مشرق خالد. ففي ذلك اليوم الذي أذن فيه للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، قصد النبي بيت ذلك الكهل ليصحبه في هجرته، لتبرز لنا تلك الشخصية العظيمة بطلة الدعوة الإسلامية من أول شعاع لها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا منزل ذلك الكهل ليخبره ببشرى صحبته في طريق الهجرة للمدينة، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أجهش بالبكاء من شدة فرحه، وأخذت العبرات تتساكب شوقا لتلك الصحبة والمعية العظيمة، ولذلك الشرف الذي لم يحظى به إلا من كان أهلا له، فلم يرى رضي الله عنه باكيا كبكائه ذلك اليوم، إنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، الذي كان أول من نطق بالشهادتين ولم يتلعثم، وعاهد وأوفى بما تعهد، وأنفق وما أبقى، فهو الكهل الذي تصاغرت أمام همته همم الصغار والكبار، نأى بنفسه عما حرم الله قبل أن يحرمها الإسلام، فلم يسجد لصنم قط، وما شرب الخمر، وقال أصون مروءتي وأحفظ عرضي. فما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين خير من أبي بكر، إنه من شرفت بسيرته سير الأعلام، ودونت فيه العبقريات، وصفه القرآن بأشرف الألقاب، فهو الأتقى والعتيق والأواه والصاحب، وهو ثاني اثنين، وابنته هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت أعظم من نقل إلينا سنته صلى الله عليه وسلم. ذلك الرجل لم يكن أسطورة نسجت من خيال، بل هو بطولة مسطرة في كتب الأولين والآخرين، لم يمحها الزمان ولا طوتها الأعوام، وظلت محفورة في ذاكرة التاريخ على مر الأيام. وإن كان أبو بكر بما تميز به عن غيره من الصحابة هو رجل الدولة الإسلامية الأول، فإن باقي الصحابة ليسوا بعيدين عن تلك المنزلة العظيمة والقدر الرفيع، فالصحابة رضوان الله عليهم هم خير أمتنا، ولم يكن اختيارهم عبثا، كما قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. إن الحديث عن الصحابة حديث عن حكمة الله، الحديث عن الصحابة حديث عن سلامة القرآن الكريم، الحديث عن الصحابة حديث عن حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إن الذين آمنوا، طبعا الإيمان هو أصل وشرط مشروط ليكون المؤمن صحابيا، وهاجروا هؤلاء المهاجرون من مكة إلى المدينة وجاهدوا في سبيل الله، هذا عمل اشترك فيه الصحابة كلهم من مهاجرين وأنصار، والذين آووا ونصروا هم أهل المدينة الأنصار الذين آووا المسلمين وأكرموهم ورحبوا بهم في ديارهم، أولئك هم المؤمنون حقا، فشهد لهم الله عز وجل بالإيمان الحق بالإيمان الصادق. عندما ندخل في الصحابة يجب
أن ندخل إلى تاريخهم دراسة وتمحيصا وحكما بكثير من الدقة والتأني لأسباب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد، هذا المد ولا نصيفه، يعني لو أن الإنسان أنفق ما أنفق لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية: ما بلغ أحدكم شراك نعالهم. الشراك هو السيول الذي يربط به النعل. إن الحديث عن القرآن، يعني الحديث عن الله تعالى الذي أنزله، ويعني الحديث عن جبريل الذي نزل به عليه السلام، ويعني الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغه للناس، ويعني الحديث عن الصحابة الكرام الذين حفظوه ثم دونوه ثم جمعوه ثم حفظوه ثم بلغوه للناس جميعا. الحديث عن الصحابة شرف عظيم، فالصحابة قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهم الأصهار والوزراء، وفيهم الأنصار والخلفاء، آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وآووا ونصروا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الآية. فهذا تنويه كريم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يوجد بعض الصحابة من هو في بعض الأفراد أوسع علما من بعضهم، لكن لا يوجد من هو أفضل منهم على الإطلاق. لا يتصور بحال إسلام أو قرآن أو سنة بدون صحابة كرام حفظة وأمناء على هذا الدين. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولذلك الصحبة لا تكون إلا بين متوافقين. وهذا يدلنا على أن الذين لازموا رسول الله وكانوا معه كانوا على الطهر والنقاء، وتلائموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا وخلقا وسلوكا. وكما أن الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكذلك أعلم حين يؤيد نبيه بمن اختارهم وأيده بهم، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ولذلك قال العلماء بعد ذلك: لو أن الإنسان أنفق ماله كله وعمل طيلة حياته صلاة وصياما وزكاة وحجا وبرا وإلى آخره، لا يبلغ مبلغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولو في معشار أحدهم. فيقول: أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فما أوتوا شيئا أحب إليهم من رضوان الله عز وجل. إذن فرضوان الله تعالى هو أغلى من الجنة. الله تعالى اختار لموسى هارون، واختار لعيسى عليه السلام الحواريين. هذا من تتمات النبوة، اختيار جيل صادق مؤمن حول الأنبياء من تتمات النبوة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد عدلهم القرآن الكريم وعدلتهم السنة النبوية، ولا يجوز لأحد أن يتكلم عليهم بسوء. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم وهو راض عليهم جميعا. الصحابة إنما نالوا ما نالوا من الفضيلة والمنزلة لأنهم هم الذين حملوا الإسلام برمته إلى من بعدهم. فأمر الصحابة عندنا أمر عظيم، هو جزء من منظومة اعتقادية ترتبط بإيماننا تعالى بالله تعالى وبجبريل وبالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم الإيمان بالصحابة الكرام. هذه منظومة لا ينفصل جزء منها عن الآخر بحال من الأحوال. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ب
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ورغم تلك المكانة العظيمة والشرف الكبير لهذا الجيل المبارك، إلا أن هذا لم يتعارض مع طبيعتهم البشرية التي تصيب وتخطئ وتطيع وتذنب، لتتحقق بهم القدوة الفعلية والنموذج الواقعي. وهذا ما يبرر وقوع الخلاف بينهم كما يقع بين باقي البشر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمجملهم وهم عدول، أن إجماعهم حجة قاطعة وأن اختلافهم رحمة واسعة. العصمة كما هو المقرر عند أهل السنة لا تثبت إلا للأنبياء الذين أكرمهم الله بالعصمة، أما العدالة فترادفها الاستقامة. ودليل وقوع الخطأ من الصحابة يؤكد بشريتهم، ويؤكد أيضا بأننا نحن في هذا الجيل إن أخطأنا فهناك من هو أرقى وأعلى وأفضل عند الله منا قد أخطأ، فنستبشر خيرا بتوبتنا إذا عدنا إلى الله عز وجل. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل لحمل الأمانة من بعده وإيصال الرسالة للناس جميعا، فعمد إلى إنابة الصديق أبي بكر في إمامة الصلاة تمهيدا للإمامة العظمى للمسلمين وإشارة إلى الخلافة من بعده.